بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نعود اليوم في درس جديد لبرنامج ريال دروب برو، وأيضا لتعلم كيفية تصميم الأختام الدائرية. من أداة رسم الدوائر نختار هذه الدائرة ونرسم بالضغط على مفتاح شيفت، ثم نسحب قليلا ونفلت. أيضا دائرة أخرى دائما بالضغط على مفتاح شيفت. نحاول أن نجعل لهما نفس السمك، يعني بشكل تقريبي لا يوجد طريقة دقيقة. نفلت، ثم دائرة ثالثة غير مهمة، لصق ولصق، ونجعلها كبيرة نوعا ما. يمكنني تحديد جميع الدوائر وجعلهم في المنتصف. نقلص قليلا هنا. الآن أكتب النص، مثلا سأختار خط عرض لاين بقيمة 60 مثلا، واسم موقعك بالعربي مثلا لإزالة التقطعات في الكتابة كما عرفنا سابقا. هكذا لهذا الخيار نضغط على الكتابة أولا، ثم الدائرة التي سنجعل الكتابة محيطة بها، ونضغط على هذا الخيار. سأختار القيمة 3 وأضغط أوكي. الآن أكتب باللغة اللاتينية مثلا أو اللغة الإنجليزية يور ويب سايت. سنجعل قيمة 40 دائما بالضغط على النص أولا، ثم الدائرة ثانيا. هذه المرة سأختار قيمة 27.9 دائما بخيار أوتسايد. الآن انتهى دور هذه الدائرة، يمكننا حذفها. الدائرة من الخارج أيضا سنكبرها نوعا ما، ثم نأتي بها في الوسط. سأنزل الكتابة هكذا. الآن يمكنني أن أجعل قاعدة العمل بنفس حجم الخط، ومن تبويب مثلا أوبجكت سأختار قائمة ستارز، يمكنكم تحميلها أيضا من وصف الفيديو. سأختار أي نجمة هنا مثلا هذه، أقلص في حجمها دائما بالضغط على مفتاح شيفت لكي أحافظ على أبعاد النجمة. سأنزل خط وهمي لكي أحافظ على الأبعاد والتناسق والتناظر، أمر صعب نوعا ما في ريال درو برو، ليس مثل الفوتوشوب. جيد، انتهى دور خط وهمي. نسحب أحد خطوط الليفز، سأختار خط أرابيسك ديسكتوب. سأختار هذه العبارة، جميع الحقوق محفوظة أيضا في المنتصف. الآن يمكنني عمل تحديد لجميع طبقات وعناصر التصميم، ثم الذهاب إلى تبويب تأثيرات وظلال واختيار هذا التأثير. هذا التأثير يحتوي على درجة معينة من الشفافية والظلال، عندما نطبقها على الختم يظهر بهذا الشكل. الآن أيضا يمكنني إضافته لمكتبة البرنامج. نحن فاتحين هنا تبويب ستارز، يمكن أن نفتح تبويب آخر مثلا ونضيف له الشكل.
يمكننا مثلا عند عمل الشروحات، مثلا سأضيف هذه الصورة، هذه الصورة. لو مثلا سأعمل عليها ختم، أسحب فقط هكذا. الختم شفاف، يمكن أن يظهر الكتابة التي خلفه، وأيضا يظهر بشكل جميل. في حال لم نستخدمه كصورة، يمكننا التعديل عليها هكذا، مثلا من ناحية الظل، من ناحية ربما الشفافية، هنا أيضا والنهاية ستكون مقبولة إلى حد بعيد. مع العلم أن برنامج ريال دراو برو يمكن العمل شروحات به، مثلا هذه خيارات هكذا، ونضع مثلا نكتب أو اختار مثلا هذه الرموز مثلا أو ما شابه، ونكتب العبارات التي نريدها. أتمنى أن يكون الشرح مفيد. طبعا لا تنسوا يعني حفظ العمل، يمكنكم حفظه بصيغة RDW، مثلا نسميه ختم هكذا فقط يعني، ويمكنكم تصدير النتيجة بصورة بخلفية شفافة PNG. مثلا هنا لمن يشتغل على فوتوشوب يمكنه سحب نتيجة العمل مثلا هكذا. سأخلص مع الحفاظ على الأبعاد هكذا. لاحظوا كيف يظهر الختم النتيجة النهائية.